الأرقام تقول إن 95% من اللي يتابعون هاللعبة غالباً ما يواصلون المقطع بسبب إنهم مو أذكية، فإذا أنت ذكي واصل المقطع للنهاية، أتحداك. عبد الرحمن يبعد عن حلقة جديدة ولعبة جديدة ومختلفة. لعبتنا لليوم نفس ما قلت لكم للأذكياء فقط. 95.5% من اللي يلعبون أو يتابعون هاي اللعبة ما يقدرون يوصلون المقطع، ما يقدرون، مخهم يتعب ويقول لهم لا اطلع من اللعبة وايد معقدة أنا ما أقدر. طبعا اللي مو مصدق هاي النسبة يقدر يدخل هاي الموقع اللي بحطه قدامكم حاليا. ليش حطيت هالموقع؟ لأنه عارف إنه ما حد بيدخل الموقع وبس بتصدقون كلامي وبمشيها عليكم النسبة من الكيس. المهم بس صدق اللعبة حق الأذكياء فقط، فلازم تدش وتفكر وياي. أنا عن نفسي شفت أكثر من يوتيوبر ينزل حلقات عن هاللعبة وأول ما أدخل من المقطع أطلع، مو لأنه غبي وما أعرف حق اللعبة، لا لا، بس لأنه ما بيها تحترق علي. واليوم بنلعبها. لعبتنا اليوم أتوقع يمكن بعضكم يعرفها واللي اسمها دور، لعبة للأذكياء فقط. زين، فاللعبة باختصار هي لعبة البيبان. أنت ما تعرف، لازم تكون ذكي. الناس ما تشوفون، هاي أول باب ندخله. يلا حين عندنا أربع بيبان، أي باب بتدخل. أنا لأن 391 بقوم بدخل الباب رقم 3، ويمكن يكون الباب غلط ونخسر ومري صح ولا لا. ABC عبد الرحمن، فأي بروح كيفي كيفي كيفي. وصار لحظة R يعني شنو؟ يعني غلط. خلينا نجرب هاي الباب. هاي الباب غلط. R شنو؟ ليش R كتبولي؟ R أرجع. أنا أقول ليش حطوا لي R. يلا يلا بسرعة بسرعة. 3، لحظة كل مرة يتغيرون، يعني الحظ بس. لحظة شنو هاي؟ exit at the door number 1. اوكي، فحاطين لي اطلع دش من باب واحد. اوكي اسمع الكلام حمان، انا على كيفي عبالي بالحظ. exit at the door number 1 اتوقع هاي، لان ايه نجرب نجرب. اوكي حلو حلو حلو. exit at the door number 4. اوكي هاي الرابع اتوقع. لحظة مو مكتوب عليهم. لا لحظة، 1 2 3، فهاي بيكون الرابع اتوقع. صح صح صح، اوكي كل شيء صح لحد الحين. exit at the door number 4 حلو. لحظة لحظة لحظة، في اشكال. زين، هاي في 5 اضلع، هاي في 4، هاي في 3، وهاي 1، فغالبا بروح المربع. يا رب صح. ذكاء ذكاء. exit at the door number 3، خلينا نشوف الحين ايش عرفنا. قصين الارقام، هاي 1، هاي 3 ولا شنو ذي؟ هاي 4 كانه مكسوره، هاي 2 يعني غالبا هذه. بسم الله. لا exit at the door number 1 رجعنا له والحمد لله انه تغير. اي واحد 1 فيهم؟ هاي 1 هاي 1 هاي 1. اوكي ايزي 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 ايزي. يلا الحين راح اقول لغز اللي بعده. exit at the door number error. لحظة شنو يعني number error؟ يعني هني بالحظ error error 4. اوكي اوكي اوكي، عادة لما يطلع error على النت يكون error 4 شيء كذي، فخلنا نتوقع ذي. اوكي اوكي اوكي، مري اذا بالحظ مشت وياي ولا لا. exit at the door number 4 خلنا نشوف. اوهو نعتبر هاي 2 3 4. اتوقع اتوقع اتوقع. شعرفني انا شعرفني ليش من البداية. exit at the door number 4، اي واحد الباب رقم 4، هاي 2، ما في اي شيء يدل على الرقم. زين خلنا نتوقع ان هي اعداد زوجية، فهاي 0 2 4 6. بسم الله نروح ذي. اوف اوكي اوكي يمكن طلع صح. exit at the door number 2 خلنا نشوف. اوهو الحين ايش عرفني؟ مغطينهم، ما في طريقة تشوف. لحظة هاي شنو؟ ما في أي شيء يدل على أنه هو رقم 2. مرة هلا استعمل درين أكسر شيء. أكيد في طريقة، أكيد في طريقة، مو بالحظ كل شيء. خلنا نحسب المسامير. لا كلهم نفس المسامير. بالغلط، والله ما كنت بطوف بس صح. اوكي مشت وياي زي العسل. exit at the door number error واللي هو اتوقع 4. اتوقع 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 يا رب. بسم الله تبن. زين ردينا نفس المكان، واتوقع هاي الاشياء اللي على الارض لها دخل بالموضوع. فمثلا خلينا نشوف ايش قاعد يقول لي. exit at the door number error. شرفني الحين. لحظه زين بالحق هذه، بشوف هاي الخط يوديني الى
اوكي هاي الخط يوديني الى هاي الباب. ما ادري ليش بس شوفوا هاي الخط يا جماعه رايح النص مو رايح حق شيء. فاتوقع هو واحد. بسم الله. شلون اخيرا استوعبت هاي ايش معناتهم. شوفوا يا جماعه في حصايه قدام هاي الباب، يعني واحد حصايتين هنا، اثنين ثلاثه واربعه المفروض صح. اي 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 خلينا نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. طفنا 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 طفنا. خلاص خلاص نختم المرحلة. شنو ذي؟ لحظة هاي شنو؟ هل معناته ان خلصت مرحلة؟ هاي الليت كأنه ما كان واري في البداية، هل يصيرها مرة هني؟ خلصت لي طلع نقدر نروح مرحلة ثانية وانا قاعد 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 هاتي شلون. ازين خلنا نشوف. يلا اكزيت ات ذا دور ويتش كلر واي يلو غالبا يعني. نايس الحين شنو؟ ننزل تحت. يلا ننزل تحت نشوف 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 الاوضاع حاليا. اوه لحظه في صوت ماي. اكزيت ات ذا دور 4 اخضر 4 ما اعرف بالارقام بروح. لا ايش عرفني. اكزيت ات ذا دور بي بلو خل نحفظ. ريد هو 1 جرين هو 2 بلو هو 3 ويلو هو 4. اوكي خل ننزل الحين. اكزيت ات ذا دور 4 4 كان يلو. بسم الله اشوى صح صح صح. بس خلنا نذكر الاشكال الاشكال الاشكال. اوه كلهم كلهم نفس الشيء. اكزيت ات ذا دور وذ كلر بي كلر بي كلر بلو يعني. اوكي مو الحرف. حلو 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 كنت بتخدعوني بس حبيبي ذكي ذكي انا. بكم تكتبون لي تحت حاليا بدون غش بدون غش. كم مره انتم كنتوا غلط وانا كنت صح والعكس. مثلا انا كنت غلط وانتم كنتوا صح. اكزيت ات ذا دور وذ ذا كلر 4 الارقام كانت فوق فبرجع فوق مره ثانيه. ما اعرف صراحه ما اعرف قاعد خربط. فاتوقع لها علاقه بالارقام اللي هني. خلنا نشوف. واي هاي حروف. ونرجع فوق بعد. لا نرجع فوق كلش والكلر 4 هو يلو. نمر الدرب كامل ذي مره ثانيه ونرجع مره ثانيه. كلر 4 هو يلو يعني مرت كل الدرب. نعيد نعيد نعيد. ما اعرف ايش قصدهم والله. اتوقع ذي اوكي 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 لان اللون الرابع هو كان الازرق. فا اوكي اوكي لحد الحين ايزي. خلنا نشوف اللغز اللي بعده. اكزيت ات ذا دور وذ ذا كلر ايرور. شنو كلر ايرور؟ دور بالاحمر. مر ليش بروح حق ذي. اوكي بس لانه كان مكتوب دور بالاحمر رحت حق الاحمر وطلع صح. مريضه صح اللي سويته ولا مشت وياي بالحظ كالعاده. اكزيت ات ذا دور وذ ذا كلر واي. بس في اضاءات، اضاءة صفراء واضاءة حمراء، فالالوان خداعة. اذا حطينا اضاءة حمراء مع اضاءة زرقاء بيعطيني بنفسجي، فبالتالي هاي اضاءة زرقاء. اذا حطينا اضاءة حمراء مع اضاءة صفراء بيعطيني برتقالي. اصفر مع ازرق قاعد يعطيني اخضر نوعا ما. وهاي بنفسجي يعني مع احمر ما اعرف ما اعرف خربط روحي. فاتوقع هاي الباب هو الباب الصح. ايه 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 اوكي حلو حلو عجبني هاللغز صراحه. اللغز له علاقه بالاضاءه مو بالالوان بس. حلو 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 حلو. اكزيت ات ذا دور وذ ذا كلر بي. اوكي 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 اضاءه حمراء. شلون نعرف الحين اي واحد صح؟ اضاءه زرقاء ويا حمراء يعطيني بنفسجي. فبالتالي هاي شنو قاعد يعطيني؟ هاي قاعد يعطيني برتقالي. فمو بهذه، هذه معناته هاي اللون اصفر وهاي اللون قاعد يكون بنفسجي. اتوقع ذي اتوقع ذي. بسم الله لعبتي لعبتي الاضاءات لعبتي الاضاءات. ما اعرف هل انتم قاعد تمشون وياي ولا بالعكس بس قاعد تسمعوني اخربط ومو فاهمين ولا شيء. اكزيت وذ ذا دور وذ ذا كلر بي يعني اللون الازرق. بس شنو الميكس اللي يعطيني لون ازرق؟ بتوقع ان بما ان ثلاثه منهم فيهم لون ازرق يعني غالبا هذه هو الازرق. اوكي 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 اقول لكم لعبه تذكيه وانا يعني حاضرين. اكزيت ات ذا دور وذ ذا كلر ار. لا 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 مستحيل مستحيل هذه ما يعرفونها الا المصممين، وحتى اغلب المصممين يمكن ما يعرفونها. هذه هاي الكودات هم حق الالوان. فبالتالي اما بالحظ او ان نستعين بجوجل، وغالبا بستعين بجوجل يا جماعه لان ما اعرف مستحيل اعرف الكودات مالين الالوان. 3 1 خلينا نتاكد. هاي هو اللون الاحمر اوكي. فاول باب هو رد خلاص لقيناه مباشره. ما لي خص الحل الوحيد
أسوأ أسوأ. أقول لكم المصممين مستحيل بعرفه بالحظ بتمشي وياي مرة ده يعتبر غشيت في اللعبة أو لا، بس لا مستحيل مستحيل غالبا بمشي بالحظ وما بعيد ذي كامل يا جماعة مستحيل. Exit at the door with color error. اوكي 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 فهاي قاعد يدلني على الباب اشو انه في لغز او شيء يرويني. خل نوصل بوصله بصبعي وانتوا وصلوا عندكم في الشاشه لما تشوفون الحل. مره ليش بمشي ويا هالباب؟ لا بنعيد كل شيء من البدايه. لا اخيرا اخيرا بالحظ مشت وياي. اقول انه يمكن رجعت لهم كاملين وما طلع لهاي صح. اخ تعبت نفسيا والله والله تعبت نفسيا عشان اقدر اخلص ذي. المهم يا جماعه انا عجبتني الحلقه والصراحه صدعت من كثر التفكير في الحلقه. جدا جدا عجبتني اللعبه لان كلها الغاز احب احل الغاز خصوصا اذا كانت معقده ولازم تفكر تفكر تفكر. في النهايه اذا عجبتكم الحلقه لا تقصون وياي بزر اللايك والاشتراك. اذا تبون العاب متنوعه غير فورتنايت تقدرون تضغطون هني، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني ونشوفكم بحلقه ثانيه.